وقت عرفت زعلت. أنا ما كان عندي خبر. لو دريتي شو كنت عملتي؟ أكيد كنت خبرتك. خبرتيني؟ أنت مو مصدقني بعرف. مقدرة إنك زعلان، بس ليكني جنبك. خلينا نبلش من جديد ونرجع مثل الأول. طالع شم شوية هواء. أمي كيف تصرفت هيك تصرف وقتلت البيبي؟ أمي صايرة بتخوف والله. عن جد صايرة بينخاف منها. البابا منهار تماما. شو يعمل الزلمة؟ من جهة مرته ومن جهة تانية ابنه، انخدع فيهم الاثنين. أخي يعقوب معه حق مريم، إلهم كم يوم متصدرين العناوين هون بالفيلا، هلأ كمان ما عاد في ولد. أنا ما عم أفهم عليكم. ليه؟ شو في؟ ما عندكم ضمير انتو الاثنين؟ ما لكم متأسرين ولا زعلانين على اللي صار؟ مامي على عيونكم يعني؟ طيب بدل ما تشمتوا فيهم روحوا حطوا حالكم مكانهم شوي، فكروا بالقصة. ديما شو ساويت؟ مو من حقها تصير ام يا شكران؟ ولا عمران تهمة انه يتمنى يصير ابا يعقوب؟ طيب وانتو الاثنين ليش هيك متضايقين كل هالقد؟ دقيقة عين؟ هن من سنين متمنين انه يكون عندهم شقفة ولد، وهلا امي الله يسامحها حرمتهم يا قتلته، البيبي ما عاد موجود. عم تسمعوني ولا لا؟ البيبي ما عاد موجود. طيب ونحن كمان نزعلنا على الولد؟ اي واضح هالشي مبين.